التوتر في عدن، العنوان الجديد القديم الذي يتجدد في مدينة التصق بها الصفيح الساخن منذ تحريرها من الإنقلابيين، حينما كانت الدولة هي الهامش الحاضر فيها، بينما كانت الكيانات المسلحة الموازية هي المتن وبتمويل من أبو ظبي. الاحتقان في المدينة يتضاعف، وباتت الحالة هناك على أرضية هشة ورمال ساحلية متحركة، بحسب بوصلة يحددها المتحكم بها عبر طائرة متنقلة بين مطار عدن ومطار أبو ظبي. أدواتهم السلاح المنفلت، مستغلين ضعف الشرعية في عدن التي تمت بفعل فاعل. المجلس الانتقالي الممول إماراتيا اختار شهر أكتوبر تاريخا لتصعيده، الذي دشنه ببيان دعا فيه أنصاره إلى اجتياح مؤسسات الدولة، وأطلق وعيده بإسقاط ما تبقى من رمزية دولة إن حصر حضورها في قصر المعاشيق وبعض المعسكرات والمرافق. التصعيد في عدن لن يلقي بظلاله على ما تبقى من رمزية للدولة فقط، لكنه يحمل بذور اقتتال أهلي بصبغة مناطقية تتخذ عناوين عدة. فغالبا ما تحولت الانقسامات السياسية في الجنوب إلى انقسامات مناطقية دفع ثمنها المواطن والسلم الاجتماعي الذي لم تندمل جراحه منذ أحداث يناير 1986 في عدن. المفارقة أن الإمارات التي تمول عملية تقويض الدولة في عدن لا تزال تعمل تحت ظلال الشرعية التي استدعت حضور التحالف من أجل أهداف معلنة، من بينها إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وإلى اللحظة لم تتخذ الشرعية موقفا إزاء تصرفات أبو ظبي التي تقوض حضورها. فماذا ينتظر عدن في ليالي أكتوبر؟ وهل تعيش العاصمة المؤقتة تشرين أسود كما عاشت صنعاء أيلولا أسود؟ وهل تكون ثورة مضادة لأكتوبر كما كانت ثورة مضادة لسبتمبر؟ خصوصا أن العناوين التي يتم رفعها من قبل الانتقالي تحمل اسم الجنوب العربي، وهو مفهوم مضاد لهوية ثورة الرابع عشر من أكتوبر.